لانه من الناحيه التحكيميه اعتقد الدوري حتى الان في 6 ماتشات يعني ما عملناش حاجه، ولكن اذا كان هناك شيء جيد يجب ان نقول ان هناك شيء جيد. بالظبط يا كابتن اسلام، يعني الى حد ما احنا بنتكلم في 6 ماتشات. لا طبعا في 6 ماتشات يعني ممكن نتكلم عن خطأين تحكيميين اللي هم يعتبر واضحين، يعني لو بنتكلم عن الاخطاء التحكيميه، واحده في مباراه زي ما احمد قال كده مباراه فاركو او البنك الاهلي، والثانيه اللي ممكن فيها جدل بس خبراء التحكيم قالوا في مباراه الزمالك كان في كوره لعلى محمد عبد الغني لمسه يد او حاجه زي كده الخبراء كانوا اتكلموا فيها. ف حتى يعني هم دول الخطأين اللي ممكن الناس تتكلم، لكن فكره الحضور الجماهيري كانت واضحه. ليه؟ لان ده الجدل بتاع كل سنه، الناس نفسها الاعداد تبقى كبيره، خصوصا ان كان مباراه الاهلي والاسماعيلي، يعني الواحد وهو شايف المتابعه كان في ناس بتتكلم ده الحجز فتح، لا ده الحجز قفل، التذاكر خلصت، التذاكر ما خلصتش، فهي التذاكر محدوده. لا وانت محدودة. اذا جبت هات لي الصوره بتاعت جمهور الاهلي تاني مره تانيه هتلاقيه في حدود ال 2500، يعني 2500 اللي هو العدد الرسمي. حضرتك عايز اربعه هتقول لنا هات اربعه، او هتقول للناس هات اربعه هتلاقي اربعه، قول خمسه خمسه، 10 10، 100 هتلاقي 100. اذا كنا في السعوديه يعني كان معايا دكتور محمد سراج كان بيتكلم على انه سعه الاستاد اصبحت كامله للنادي الاهلي وتم التذاكر خلصت يعني. بالظبط. فهي زي ما قلنا كده احنا بس محتاجين هي الضوابط تتنفذ، 3000 يبقى هم 3000. والله لو مسموح بزياده او ينفع في زياده او في استادات ممكن الامور فيها تبقى سهله ان هي تستضيف اكتر، ليه لا يعني نفتحها للكل. فدي الحاجه اللي احنا بنتمناها، ويعني ان شاء الله يا كابتن اسلام يعني والامور تبقى هاديه، يعني نتمنى برضو ان الناس تاخد كلامنا ان هو بطريقه هاديه، ان مش يعني احنا مش بنتخانق مثلا، مش لا احنا بنقول بس هي حاجه ملاحظه شفناها. النادي الاهلي نادي الاكثر جماهيريه في مصر والوطن العربي وافريقيا، فبرضو جمهوره من حقه لو طبعًا في فرصه ان نبقى العدد ازيد من 3000 يا ريت، ده هيبقى حاجه للمسابقه جميله وحاجه بالنسبه لنا. ايوه لانه الحقيقه النهارده ال 2500 للثلاثه اللي كانوا موجودين في مباراه الاهلي على ال 500 600 بتوع الاسماعيلي الحقيقه بتوع جمهور النادي الاسماعيلي، فلا كان في برضه تحس ان في ماتش تاني بره، ماتش حلو بره. دي حلاوه الكوره كابتن، هي حلاوه الكوره كده، فرحه الاهداف والحاجات اللي بتحصل، اعتقد ان ده شيء رائع جدا جدا، ومحدش في البلد كلها او في المسؤولين في الرياضه في مصر مش عايز يشوف الجمهور ده. لا وخلاص يا كابتن اسلام، احنا حتى مباريات الاهلي والزمالك الاخيره الامور اصبحت الدوري والكاس يعني الامور سهله، وفي الامارات مثلا ان شاء الله جمهور الاهلي والزمالك احنا التصريحات كلها كانت ان 85% من التذاكر اتباعت، ده احنا بنتكلم الكلام ده كان من اسبوعين، يعني دلوقتي لو اي حد فتح الموقع هتلاقي 120% هتلاقي خلصت. فالامور خلاص يعني هي واضحه والناس ملتزمه، اي خروج عن النص يعني لما حصل مشكله من بعض جماهير الاسماعيلي الموسم الماضي الرابطه طلعت وقالت عقوبات والموضوع انتهى النهارده، اهو النادي الاسماعيلي خلص عقوبه جماهيره، والنهارده كان عنده جماهير في مباراه النادي الاهلي، كانت الامور جيده جدا ما بين الجمهورين والامور حلوه، الامور خلصت. فخلاص يعني الموضوع خلاص بقى واضح ان الناس كلها عارفه ان اللي مش هيلتزم مش هيدخل الاستاد ده اولا، ثانيا ممكن يواجه ان هو عنده ازمه بعد كده يعني خارق يعني بنتكلم جنائيا يعني بالظبط، لكن في الملعب خلاص هو هيتحرم. فنتمنى ان لو في فرصه لزياده اعداد الجماهير في الفتره اللي جايه نتمنى ان تبقى للكل، لو ما فيش نتمنى ان الكل يبقى 3000. 3000 لانه في النهايه العداله الجماهيريه مهمه جدا جدا جدا. هتقول لي لما تيجي تتفرج على مباراه للاهلي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، اتفرجوا على مباراه السله في الكويت، مباريات كره السله في الكويت، اتفرجوا على مباريات كره اليد في السعوديه الدنيا عامله ازاي، فما بالك في مصر. لو قلت استاد برج العرب ده النهارده مباراه الاهلي والاسماعيلي، وقلت استاد برج العرب ساعته 70000 ولا 60000، وقلت 30 و30، هتلاقي ال 30 بتوع الاهلي كلهم ماتش موجودين. ماتش الاتحاد المنستيري يا كابتن اسلام الدرجه الثالثه شمال كانت تقريبا شبه مقفوله، والدرجه الاولى والدرجه الاولى مقفوله، وكان في مجموعه من الجماهير قاعده في اللي هي المدرج اللي هو ثالثه يمين، والدنيا كانت جميله ومنتهى الالتزام، بنتكلم في عدد كبير فسهل طالما مطبق ده في افريقيا. وناس يعني انا مش عايز اطول في الملف ده كابتن اسلام، بس برضو يعني ممكن يبقى فيه مرونه. النهارده الدوري تقريبا فيه 10 فرق ما عندهمش جماهير، صحيح، فالنهارده ممكن ليه مثلا ما يبقاش فيه استثناء في بعض المباريات اللي ما فيش جماهير للمنافس، ان يبقى النادي الجماهيري
عنده اولويه ان هو ياخد عدد اكبر من الجماهير مثلا مثلا يعني. صحيح، لان دي كمان هتبقى مصدر دخل للنادي اللي هو المستضيف للمباراه، اللي هو النادي مش جماهيري، ولو للنادي الاهلي هو اللي بيستضيف المباراه تبقى ميزه بالنسبه له. في الاخر النادي المنافس اللي بيلعب مثلا، بنتكلم في ام بي، بنتكلم في البنك الاهلي، هي انديه ما عندهاش جماهير، فما عندها مشاكل، في مشاكل. فنتمنى الامور دي ممكن لو اتظبطت، مع كمان التصوير لو بقى طبعا افضل من كده، او الملاعب كمان، هنشوف دوري بشكل تاني خالص. بشكل تاني خلاص.